نحن شعب لبناني واحد، عدة طوائف بس اسمنا لبنان. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. زرعوا الموت في لبنان، نحن عم ننظف الموت ومش خايفين من الموت. الله خلق الله بياخذ، بس بدنا نعيش، تركونا نعيش. We've got 966 cluster bomb strike location, an estimated area of some 39 million square meters. وين ما كان كاب منه أسلاح قدام بيتك وبالجل وبالوادي، ما خلت محل على الجامع على الكنيسة. Clearly many Lebanese have found jobs demining team, but I also think that the entire southern economy has been distorted in the past by occupation, by landmines, and now by these cluster bombs. قلت لهم لأولادي إنه أنا رايح أشتغل، لأنه يعني ما في معيشة بالمرة، أنا في الشغل بلبنان. فبقول لهم ما تفزعوش، هو الله وحده، إذا بده يصيبني شيء هو اللي حميهم. إسرائيلي والأمريكان بيقبلوا هيك، يقبلوا يشتغلوا هيك أو يعيشوا هنا ومش مطمنين، مش حرام؟ مثل ما هن بيحبوا الحياة نحن بنحب الحياة، بنحب نعيش. مثل ما هن بيحبوا يعيشوا بكرامة نحن بنحب نعيش بكرامة كمان.